مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام كبار. حلقتنا النهارده حلقه متميزه جدا، هنتكلم فيها عن حاجات ممكن تحصل لنا كلنا في حياتنا. بس خليني اقول حاجه مهمه قوي، ان مش كل الناس هتتمنى لك الخير. في ناس اتخلقت علشان يحولوا نجاحك لفشل، هم اتخلقوا علشان كده، بيحسدوك على كل حاجه، نجاحك، شغلك، مرتبك، حتى جوازتك، ومش بيهمهم انت عملت ايه علشان توصل للموضوع ده. في بقى حاجة مهمة أخيرة، النهاردة الحلقة الأخيرة في الموسم الأول لبرنامج كلام كبار. حابب جدا أوجه الشكر لزمايلي ضحى ومنار وديانة ودميانة على المجهود اللي قاموا بيه. تعالوا بسرعة نطلع لفاصل ونرجع علشان نبدأ الفقرة الأولى بتاعت برنامجنا. مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامج كلام كبار. النهاردة هنتكلم عن حاجة بتحصل معانا كلنا. الحاجة دي للأسف هي الحسد، الناس اللي بصلك في رزقك، الناس اللي بتضايقك في حياتك. الحسد ده حاجة وحشة جدا، وصلت معانا ان هي ممكن فينا الشر. اول ما تنزل صورة ليك وانت في خروجة مع صحابك تلاقي اليوم باص خالص منكو، او تبقى لسه شاري عربية وهوبا واحد يبص عليك يديلك العين التمام، فتلاقي الدنيا باظت ودخل ميكروباص طير الرفرف منك. وده وارد جدا معانا وحصل مع ناس كتير. مساء الخير يا منار، مساء الخير جمهور كلام كبار الجميل. طبعا الحسد ده موضوع كبير جدا، وحقيقي في ناس كتير بتتلخبط ما بين او ما بتقدرش تفرق ما بين الحسد والعين والنفس. الحسد هو تمني النعمة وتمني زوالها من الشخص، اما بقى العين فهي تمني النعمة بس، والنفس هي استخسار النعمة في الناس. يعني ما كنش حابب النعمة دي وما كنش عايزها، بس هي الفكرة انا مستخسرها ومستكترها على الشخص ده. طيب الناس بتبدأ ان هي تتعامل مع فكرة الحسد دي بحاجات كتير. في حاجات بقى معتقدات دينية، ممكن تقرأ المعوذات، تقرأ قرآن آيات معينة، او انها مثلا ممكن تكبر وتخمس في وش اللي قدامها، او مثلا امسكوا الخشب وكل المقولات دي. وفي بقى حاجات جميله جدا دخلت بقى في الاكسسوارز بتاعتنا وفي الحلي بتاع السيدات، وهي الخرزه الزرقاء والعين. لا، الخرزه الزرقاء دي كمان هي مش داخله في حليه بس، هي اساسا موجوده من ايام المصريين القدماء، اعتمدوا عليها واختاروا فكره اللون الازرق علشان اللون ده كان لون السماء اللي فيه الشمس، بتاع رمز الاله رع عند المصريين القدماء، فكان ده بيرمز لحمايه الانسان وان هو يكفيه كل الشرور. وبعدين تطور معاهم مع الوقت فكره ان هم ياخدوا الكفه او العدد 5. ليه؟ لان هم كانوا شايفين ان ده رمز لطاقه الدفاع، ان احنا من يعني ده يحمي الانسان ويمنعه من اي اذى، فكده بندافع عن الانسان وبنحميه من الشرور. مش بس كده، هم كمان في حته الثلاث دوائر دي بتاعه الخرزه الزرقاء، كل دايرة منهم بترمز لعين، اللي هم مقتنعين ان في ثلاث عيون. العين الاولانية اللي هي ممكن تبص لك من غير قصد فتضرك، العين التانية لا هي بتبص لك بقصد عشان تضرك، لكن العين التالتة وهي العين الخفية والغير مرئية، ودي كانوا بيقتنعوا بيها ان هي الاخطر على الاطلاق. فكان الرمز بتاع اللون الازرق او الخرزة الزرقاء عملوه ان هي تحمينا من كل الشرور اللي موجودة، علشان ان احنا في مع الوقت ان اي عين تضرك او اي حسد يضرك اللون الازرق ده بينعكس على صاحبه وما يحميك انت كانسان. وتطورت بعد كده الامثال وتطورت الاقوال، وابتدى يبقى شهير بالنسبه لنا فكره ان العين فلقت الحجر. العين فلقت الحجر يا منور، دي مقوله بس هي ما جاتش كده بدون اي سبب. كان في الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيؤمن برضو بالحسد، وكان بيخاف على أحفاده الحسن والحسين. فكان في سيدة معروف عنها إن هي من الناس الحسادة واللي عيونها وحشة، فالرسول عليه الصلاة والسلام حط حجر وغطاه على كأن المكان ده هو الحسن والحسين، واستنى لغاية ما السيدة عدت من المكان ده، شال الغطا لقى الحجر اتقسم نصين، ومن هنا جت المقولة بتاعت العين فلقت الحجر. الأديان والحسد موجود من زمان، حتى الأنبياء والرسل بيؤمنوا بيها، ودي حقيقة
في الدنيا، مش حاجه معتقدات بس كده الناس موهومه بيها زي ما ناس كتير بتتجاهلها تماما من حياتها. دي حقيقه، وفعليا حتى لما تواصلنا مع الناس على الانترنت وحاولنا نشوف على السوشيال ميديا الحالات والاحداث اللي حصلت، كان في حادثه فعليا مأساويه جدا. الحادثه دي كانت بنت هي ربنا رزقها باربع اولاد توأم مره واحده، بعد 7 سنين هي ربنا رزقها تاني بان هي تبقى حامل. فواحده بتقول لها هو انت ايه، انت عايزه كل حاجه من الدنيا؟ هو مفيش غيرك انت بس اللي تحملي وتخلفي، واحنا مفيش ربنا ما رزقناش باي حاجه. البنوته كانت بتشكي ان هي متضايقه جدا من الرد بتاع زميلتها لما عرفت بخبر حملها. فبعد للاسف يعني الزميله ليها بتحكي ان للاسف حصل حادث ليها هي وجوزها واولادها، ولا قدر الله وربنا يعفو عنا جميعا الاربع اولاد ماتوا في الحادثه، وهي وجوزها ما زالوا في حاله خطر ومش عارفين ممكن يحصل معاهم ايه. فللاسف في ناس بتبص لرزقك وتبقى مستخسراه فيك، دي حاجه مش كويسه. احمد ربنا على اللي انت فيه وما تبصش لرزق حد. يعني اعوذ بالله، قصه صعبه جدا، وفي عندنا قصص كمان ممكن تكون اقوى من كده. والحسد داخل في كل حاجه، في كل المناسبات بتاعتنا السعيده، في جواز، في تخرج، في نجاح، والناس مش عارفه هل هي تمشي على مبدا داري على شمعتك تقيد وما تقولش لحد عشان خوف من الحسد، ولا تتكلم وتقول عن افراحها وتشهر وتتبسط بحياتها الجميله. والحسد زي ما قلت لكم موجود في الكتب السماويه، في القران الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن شر حاسد اذا حسد، سوره الفلق ايه 5، وكمان في الانجيل، فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمه، رساله بطرس الرسول الاولى اصحاح 2 ايه 1. فما ينفعش نتجاهل خالص الحسد لانه بيمس كل حاجه في حياتنا. وانا دايما بقول ان الشخص الحسود ده هو بيكون في اساسه انسان اناني، بيكره الخير للناس وبيحب نفسه قوي، ومن كتر ما هو اناني بيحسد وبيملى المجتمع بالحقد والبغضاء بين الناس. ودي حقيقة، وللأسف الناس دلوقتي ابتدت تتبع معتقدات غريبة في إن هي مثلا تروح تجيب تميمة من قبر ميت تقولك عشان ما تحسدش، أو إن هي تروح تعلق، تلاقي في العربية كده متعلق جزمة طفل صغير مش عارف إيه، حاجات غريبة كده ابتدت الناس تعتمد عليها على أساس تقويها من الحسد. ده طبعا حاجة مضرة جدا، وده يعتبر في الأساس شرك بالله، وفي حديث بيقول إن الركع والتمائم والتولة شرك بالله. فما ينفعش ان احنا نلجأ في يوم من الايام ان احنا نستعين بحاجات زي كده علشان نقي من الحسد. لا، هو الحسد موجود، بس حاول تحصن نفسك بشكل مختلف. ارجع للاذكار، ارجع للقرآن، حصن نفسك في ايات من دينك، بس ما توقفش حياتك علشان خاطر الحسد. لا، الحسد عيش حياتك واستمتع بيها، حاول تداري على حياتك، وما تبقاش كل حياتنا بابليك زي الناس دلوقتي حاليا ما على السوشيال ميديا. حياتك اليومية كلها انت مشاركها مع الناس، طب ما انت دلوقتي في ناس تانية في وضع مختلف، في ظروف مادية مختلفة، حد بيبصلك في رزقك، حد بيبصلك في ولادك، في حد الناس كمان اللي منتشر دلوقتي حتة ان هي تقعد تنزل اكلات طول الوقت، طب ما في راعي ظروف الناس التانية وتبص بعد كده تقولك لا ده انا اتحسدت، طب ما انت اللي سبب في كده، انت اللي وصلت نفسك لحاجة زي دي. كل حاجة يا منور، كل حاجة بقينا نشاركها مع الناس، خروجاتنا، اكلنا، شربنا، حياتنا الشخصية، حتى علاقة الزوج بالزوجة. يعني دايما تلاقيهم على السوشيال ميديا بينزلوا حاجات رومانسية لبعض، وعلى الرغم ان احنا ممكن تكون الناس دي احنا على علم بعلاقتهم ان في منهم مشاكل، طبيعي الحياة الزوجية وفيها مشاكل كتير، ولكن دايما يظهروا جانب الحب والعاطفة والرومانسية قدام الناس، وبالتالي الحاجات دي فعلا بتتحسد وممكن توصل لطلاق وخراب بيوت كبير جدا. دي حقيقة، وللأسف في مثال بيقولك هو عضة أسد ولا نظرة حسد، بس برضو في نفس الوقت احنا ما ينفعش كل حاجة بتحصل في حياتنا نرميها على الحسد. يعني مش مثلا تروحي تتخطبي وتيجي خطيبك يجيله دور برد فتقولي لنا لا أصل اطلعوا من حياتنا وبصين لنا كده ليه. يا حبيبتي لا، مش كل حاجة حسد، ومش كل حاجة بتحصل في حياتنا حسد، ومش كل حاجة هنرميها على انك انت الناس بصلنا في حياتنا او الناس بتضايقنا. لا، انتوا اصلا اللي عاملين حياتكم للعامة، فما تجوش بعد كده تنضروا بحاجة زي دي. باختصار يا منار، هو الحسد حقيقة، ولكن لازم نبقى باصين ان كل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا، واستعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان
وفي مقولة لأحد السلف بتقول: لا تخبر الناس عن ذهبك، ذهبك يعني مالك، ولا تخبرهم عن ذهابك، ذهابك يعني خططك وكل قراراتك المستقبلية، ولا تخبرهم عن مذهبك، عن عقيدتك وتفكيرك. يا رب نكون قدرنا ان احنا نوصل لكم فكرة ولو مختصرة وشوية مقولات وحاجات تفيدكم ان شاء الله. نتمنى ان احنا نكون اسعدناكم وفدناكم، واوعى تروحوا في اي حتة واستنونا الفقرة التانية من كلام كبار.